سيد الأسعد، الشهر الماضي ذكرت الأناضول أن موكبا عسكريا أمريكيا مكونا من 75 مركبة دخل يومي 19 و20 من يونيو حزيران إلى محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا قادمة من العراق. في أي إطار ترى هذا التحرك الأمريكي أو هذه التعزيزات الأمريكية إن صح القول؟ أولا التحرك الأمريكي مستمر في منطقة الجزيرة والفرات، كذلك وصول الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من العراق، كذلك مستمر هذا الموضوع من قبل القوات الأمريكية. معبر الوليد دائما تدخل منه كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، وكذلك معبر اليعروبية إضافة إلى معبر سيمالكا، ولذلك نحن نؤكد بأن مخازن الأسلحة الموجودة في منطقة الجزيرة والفرات وخاصة في محافظة الحسكة فهي كميات كبيرة جدا من جميع أنواع الأسلحة تقوم القوات الأمريكية أو التحالف الدولي بتقديمها إلى ميليشيات البيد قسد الإرهابية، وخاصة في المعسكرات الهامة لقوات التحالف أو القوات الأمريكية في الشدادي، في الصور، في بعض بلدات دير الزور، وكذلك في منطقة صباح الخير، في منطقة هيمو بالقامشلي، في الهول، كذلك في بالقرب من مخيم روج على الحدود العراقية، إضافة إلى المالكية والدرباسية وعامودة وبقية المناطق في محافظة الحسكة وفي تل بيدر كذلك وتل تمر وعين عيسى وتل السمن. كل هذه المناطق إضافة إلى القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في عين العرب ومنبج وتل رفعت، وجود قواعد عسكرية لميليشيات البيدي قسد الإرهابية. لا شك بأن الكميات الكبيرة من الأسلحة التي تدخل بواسطة القوات الأمريكية إلى ميليشيات البيدي أو إلى القواعد الأمريكية هي تساهم في قتل الشعب السوري، تساهم في تجزئة سوريا، تساهم كذلك في عمل تقسيم سوريا، في إنشاء دولة عنصرية إجرامية إرهابية لميليشيات البيدي قسد الإرهابية. لذلك نحن نتمنى من الدول العربية الشقيقة، من دول العالم، مساعدة الشعب السوري في التخلص من الميليشيات الإرهابية المتمثلة بميليشيات البيدي وقسد وكذلك بقايا داعش. لكن إذا كانت الولايات المتحدة إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدعم هذه الميليشيات الكردية، ميليشيات البي دي والواي بي جي وغيرها من الميليشيات التابعة لحزب العمال الكردستاني، فمن الذي يمكن أن يتحرك في هذا الإطار للتخلص من هذه الميليشيات في سوريا؟ حقيقة نحن عندما نوجه الرجاء إلى الشرفاء في العالم من أجل مساعدة الشعب السوري، إلى الشرفاء من حكام الدول العربية من أجل مساعدة الشعب السوري. ما يرتكب حاليا من جرائم مروعة بحق الشعب السوري هو شيء فظيع جدا حقيقة، من قبل الميليشيات الإيرانية، من قبل ميليشيات البيدية، من قبل بقايا داعش. وللعلم أن الكثير من بقايا داعش يتلقون الدعم من القوات الأمريكية والروسية ونظام الأسد والميليشيات الإيرانية، أي حاليا الحرب هي حرب الوكلاء، ولكن من يباد بها، من يقتل بها هو الشعب السوري، هم ثوار سوريا، هم شباب سوريا. وحاليا تقريبا أغلب البلدات وأغلب المناطق في سوريا وخاصة في منطقة الجزيرة والفرات قد فرغت من أهلها وخاصة من عنصر الشباب بعد أن تم تهجيرهم وطردهم من هذه المناطق وملاحقتهم أمنيا وعسكريا، وخاصة في مسألة التجنيد الإجباري والقسري، وكذلك الفقر الواضح بسبب مصادرة النفط والغاز من قبل ميليشيات البيدي، وكذلك قطع المياه، مياه الشرب عن الأهالي في أغلب منطقة الجزيرة والفرات. وحاليا هناك حراك ثوري، حراك شعبي في منبج وفي بعض القرى التابعة لمنطقة منبج بسبب الفقر، بسبب التجنيد الإجباري والقسري، بسبب خطف الأطفال، بسبب تجنيد القاصرات، بسبب سرقة الموارد النفطية والغازية ونقص المحروقات. حقيقة ما يجري حاليا في منطقة الجزيرة والفرات هو شيء فظيع جدا من قبل أمريكا ومن قبل ميليشيات البيدي المتحالفة والمدعومة من قبل أمريكا والتحالف الدولي.
you